بالفعل الاستراتيجيه ديال الدفاع الحسن الجديدي يعني في اطار التحويل ديال المقاولات والجمعيات الرياضيه ديال المقاولات لدى الاستثمار والاستثمار الصحيح كتعرفوا متطلبات البطوله الوطنيه. بالنسبه لنا حنا العام اللي فات كان عندنا انتقال اللاعب ديال الوليد ازارو بلغ 1,400,000 دولار. السنه هذه حميده حداد، السنه الماضيه كان سعد الكرو 150,000 دولار. يعني باش تكون باش تساير هذه البطوله خص تكون عندك واحد الموارد ماليه، البحث على الموارد الماليه. ولكن ما ننساوش الفريق ديالنا يعني المتطلبات التقنيه. السنه الماضيه كان انتقال ديال اللاعب ازارو، كانت عندنا ثاني خط هجوم في المغرب في الدوري المغربي. رغم انتقال ديال الوليد ازارو هذه السنه كان عندنا اول يعني خط هجوم في المغرب، وهذه يعني كاين واحد الخطط السباق يعني كنحاولوا حتى الانتقال ديال اللاعبين اللي كيستافدوا منه اللاعبين والفريق كنحاولوا نقلبوا على موارد بشريه اللي كتكون تحاول تدخل في المنظومه بالمساعده ديال الطاقم التقني على راس السي عبد الرحيم طالب اللي تلبي الحاجيات. الحمد لله هاد ملي كنتكلموا على ارقام هكا هذا يعني اللي نقدر يدل على المنتوج الكروي اللي ولا عندنا في المغرب، يعني ولاو عندنا انتقالات اللي في المستوى. ومني كنتكلموا على الدوري المصري كيكون بوابه يعني يمكن دوريات اخرى، كنشوفوا دابا العروض اللي كيتهطل على وليد ازارو سواء في الدوري الاوروبي او الدوري الصيني، يعني كتولي ليماج ديال هاد اللي جوا عندنا يعني لاعبين، عندنا لاعبين سواء كانوا من الهوات وحنا جبناهم هنا يعني الهوات راه فمش ديال اللاعبين، سواء بالنسبه لنا حنا اعاده صقل هاد المواهب. وكنتمنى هاد الانتدابات اللي حنا درنا الانتدابات اللي درنا غتحاول غتسد هاد الخصاص سواء فيما يخص مثلا حراسه المراه او سعد الكرو او بالنسبه لسعد الكرو او بالنسبه لمهدي قرناص او مهاجمين افريقيين اللي غيكونوا الاسبوع المقبل ان شاء الله.